صلى الله عليكم. يقول أيضا نرى بعض زوار القبور يقوم بتمسيح القبور وتقبيلها، فما حكم ذلك؟ سبقت الإجابة عن ذلك، لأنه لا يجوز التبرك بالقبور أو التبرك بترابها أو التمسح بها أو بحجارتها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. إن كان يظن أن هذا سبب لإجابة الدعاء فهذا وسيلة من وسائل الشرك وهو بدعة، وإن كان يظن أن هذا يحصل له مقصوده وتقضى به حاجته فهذا شرك أكبر لأنه دعاء لغير الله. نعم.